سمعنا حضرتك قلنا ان احنا نخش في هذه المنافسه وفي وجود قمتين كبار كان صعب جدا ان احنا نخش نعمل اختراق في النص ونخش في جو ما هوش مناسب تماما. لما الفريق شفيه انسحب وجه الفريق عناني دخل واستبعد وجه خالد علي ما دخلش، محمد انور السادات انسحب واستاذ مرتضى منصور انسحب، فاصبحت القصه كلها ليها علامات استفهام كبيره جدا. هل مصر هتستمر بهذا الموقف ونبقى جهاز بنصد فقط لغير، في حين ان احنا كحزب الغد وكشباب حزب الغد وقيادات حزب الغد احنا الناس اللي عاملين دراسات حقيقيه على ارض الواقع، عاملين دراسات تقدر تساعد الشباب المصري، عاملين اوضاع النهارده هتخلي الشباب يتغير تاريخ فكرهم وامكانياتهم في المرحله اللي جايه، وده مش كلام احنا بننشره، ده كلام فعلا ودراسات حقيقيه وموجوده وطرحناها قبل كده وقبل التنفيذ على ارض الواقع في عنصر زمني قصير جدا. فاخذنا قرار كهيئه عليا ان احنا نشارك في الانتخابات بعد ما لقينا ان الساحه ما فيهاش منافسه اساسا، واحنا عارفين ادوارنا كويس جدا وعارفين دورنا ازاي، واحنا داخلين مش داخلين نجامل حد ولا حد يزايد علينا، لان احنا ما بتزايدش علينا من حد، احنا داخلين فعلا المنافسه الحقيقيه، داخلين نخش النهارده انتخابات رئاسيه حقيقيه تقدر تدي دور محترم للشباب المصري والمواطن المصري، وبالتالي احنا مش داخلين نجامل حد ولا نقبل حد يجاملنا، فبالتالي دورنا واضح تماما. وانا عايز اكد الناس اللي عندها بعض التساؤلات وان انا هستقبل التساؤلات دي، ان احنا فعلا حزب الغد والمجموعه اللي معانا كلنا لا نجامل حد ولا نعمل لصالح حد، وبنعمل لصالح مصر فقط لا غير. وبالتالي احنا بندعوكم النهارده عشان تسمعوا مني ان احنا تم ترشيح الانتخابات رئاسة الجمهوريه القادمه، والنهارده تقدمت الاوراق كلها وعملت الكشف الصحي تماما وانتهينا منه، والنهارده الهيئه الوطنيه وسلمناها الاوراق كلها كامله، وتم اعتماد دورك كمرشح لرئاسه الجمهوريه في الفتره القادمه ان شاء الله. وبالتالي انا يمكن يبقى عندي دايما كده الحته الصراحه والشفافيه فيها بيننا وبين بعض. انا شايف ان بعض الناس قد تتساءل طب ليه؟ وليه انا انزل دلوقتي؟ وليه ما قلناش قبل كده؟ في اسئله كتيره مطروحه، وليه واللي بيسالها له حق يسالها عشان هو ده اللي فيه الرد الحقيقي. ولكن انا عايز اقول ان احنا شايفين ان مصر تستحق اكتر من كده كتير جدا. مصر النهارده تستحق ان كلنا نتكاتف عشانها. وفي ادوار مهمه، انا عارف شباب كتيره عندهم مشاكل ماليه، ما عندهمش امكانيات يتحركوا بالطريقه اللي هم عايزينها، وفي ناس عائلات مش عارفه تدفع مصاريف مدارس. في غلاء كبير جدا بيحصل في البلد دي. الولاد بتاعه موجود، ولو حطينا النهارده افكارنا مع بعض خارج الصندوق، مش هينفع نفكر جوه الصندوق ونظلم نفسنا ومش عارفين نحل الامور، بينما في حلول كتيره جدا موجوده وهنطرحها كبرامج وهنطرحها فعلا، لان هي ممكن هتوصلنا لمرحله تحل مشاكل كتيره جدا. انا عندي تفاؤل وحاسس بكل شباب مصر، وعارف ان احنا في حاجات ممكن نديها فعلا، وكلام مش مجرد ان احنا بندور على شهره زائفه، لا، احنا النهارده بتوع هذا البلد، احنا النهارده مصريين ونبحث فعلا عن وضع يكون له قيمه ووزن، وانتم تحترموه اساسا وتشوفوا ان احنا فعلا دورنا له مميزات ليكم وهيفيد الشباب المصري فعلا. فانا عايز يعني اكد لكم ان انا النهارده اترشحت، وانا نازل هذه المنافسه نازلها بجديه وبشرف وبجداره ان شاء الله، وهنوصل لمرحله ونسعى الى ان احنا نفوز بيها.